في هذا الإطار بينضم إلينا الخبير الاقتصادي كريم عبد العزيز. سيد كريم، بعد التحية، المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي في مصر تبلغ نحو 1,300,000,000 دولار منذ عام 2015، من بينها أكثر من 360,000,000 دولار للقطاع الخاص. نضيف إلى ذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة العديد من المحفزات للقطاع الخاص. إذن هي رسائل قوية محفزة للاستثمارات في مجال القطاع الخاص. تفضل. أول مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. ثانيا خلينا نبدأ بكلمة السيد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي كلمة مشجعة جدا ومطمئنة لمجالات الاستثمار بوجه عام. احنا حاليا بنمر بفترة يعني خلينا نقول عليها فترة واعدة، المجالات مفتوحة بشكل كبير جدا في البنية التحتية. صرفنا كدولة مصرية مليار الفترة اللي فاتت في البنية التحتية، في طرق وفي كباري وفي مشاريع جديدة، دي كلها أدوات مهمة. استاذ كريم، استاذن حضرتك استاذ كريم، بس يعني تكون في مكان فيه اشاره عشان الصوت بس. هل الصوت كده اوضح شويه؟ لا، الفكره مش في علو، لا الفكره في جوده الشبكه نفسها، الاشاره نفسها. والله طيب، هل كده الصوت اوضح شويه؟ كده تمام يا فندم، اتفضل. مطمئنه، خاصه الاربع احنا صرفنا مصرية مليارات على التحتية من طرق وكباري، مشاريع في مدن جديدة. طبعا دي كلها بتفتح استثمار للأجانب. وجه التحديد كان بداية تداول مصر المصرية، حجم التداول كان كبير جدا. مؤشر العام للبورصة جي اكس 30 وصل لمستوى تاريخي، تجاوز مستوى 20,000 نقطة. التخفيض اللي حصل في الجنيه زي ما كان له اثار سلبية له اثار ايجابية، وهو التشجيع اللي حصل دلوقتي ان مصر بقت دولة جاذبة للاستثمار الاجنبي. زي ما احنا بنشوف كل يوم في منافسة على مشاريع جديدة. القصة كلها بتنحصر في الفرص الاستثمارية اللي موجودة حاليا، فرص واعدة كلها مبشرة ومطمئنة للفترة اللي جاية. إن شاء الله بإذن الله نلاقي فرص أكتر لعمل الشباب، إن شاء الله بإذن الله نلاقي ضخ لأموال نبيه ونقد نبي أكثر. ده كله بينعكس في بينعكس على الاقتصاد المصري يعني طبعا. نعم، ضيفي الكريم السيد كريم عبد العزيز الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.